الوقوع في الحب حاجة جميلة، لكن مش لما تكوني بتحبي صديق أخوكي. ده أحسن شاب على الكوكب. يا ترى ممكن تنجحي إنك تفوزي بقلبه؟ النهاردة أهم مباراة في الموسم. مايكل وكيفن كانوا مستنيين اليوم ده طول السنة. وادي سالي أخت كيفن، لسوء حظها بسبب حبها لصديق أخوها حياتها متشقلبة، ودلوقتي دي فرصة مثالية علشان تقضي وقت مع فتى أحلامها. يا ترى البيبسي والفشار هيدوبوا قلب مايكل؟ هي عايزة توري إنها بتحب الرياضة كمان. ياه جول! لكن واضح إنها ما نفعتش مع سالي، الشاب مش ملاحظ وجودها خالص. دول رايحين الحفلة، إيه المشكلة دي؟ مفيش مشكلة يا مايكل، ما جعتنيش. في مسابقات البينج بونج بين الأصدقاء، سالي دايماً بتقف في صف مايكل، مش ممكن تسمح لأخوها بإنه يغلب حبيبها. إزاي ممكن تتجاهله دراما زي دي؟ هي لازم تساعد مايكل. هتكون مدربة البينج بونج الشخصية ليه. حطي إيدك هنا، دلوقتي حطها هنا. أنت كويس يا مايكل؟ إنك تكوني مدربة رياضة حاجة خطيرة. إيه رأيك أساعدك تضرب الكرة بإيدي؟ كيفن سعيد جداً إن أخته ساعدته يفوز. لكن مايكل غضبان. سالي قدمت له بوستر تهنئة ملوش أي لازمة. بما إن مايكل بيقضي وقت كتير في الجيم، سالي هي كمان عايزة تروح هناك. عايزة توريه إن شكلها حلو. حركات التبديل خلصت. دلوقتي هي عايزة تقرب من مايكل أكتر. لو كانت محظوظة، احتمال كمان إنها تتكلم معاه. مايكل، عضلاتك قوية جداً. تفتكر إني بعمل التمرينات دي بشكل صح؟ سالي هتلاقي مليون موضوع تتكلم عنه، لكن الكلام القليل ما بيخلصش بيتعب مايكل. كيفن برضه مش عاجبه ده. يلا بينا نمشي من هنا. وعلشان يتأكدوا إن سالي مش ماشية وراهم، سابوها تجري على التريدميل شوية. هاي، ده مش عادي. انتوا رايحين فين؟ الجو فظيع. احنا لازم نفضل في البيت. كمان إن في فيديوهات كتيرة جداً لسه ما شفتوهاش على قناتكم المفضلة، وممكن تقربي من حضن مايكل. مفيش مكان تاني ممكن يتحرك فيه. أوه لأ، ده كان أكتر جزء مهم. هي الصورة راحت فين؟ الأسلاك سليمة، فأكيد ده إيريا للتلفزيون. إحنا لازم نطلع على السطح. استنى، سالي مش هتخلي أميرها يتبل في المطرة، والولاد مش هيمنعوا. هتثبت الإيريا بنفسها. إيه المشكلة الكبيرة؟ الطلوع على السطح دي حاجة سهلة. أهو يا ربي، في هنا إعصار. أتمنى بس نقدر أوصل الإريال. البرق ده توقيته وحش قوي، لكن سالي قوية، هتقدر تعملها. بندافي التلفزيون هيرجع يشتغل تاني. هاي اشتغل، ممكن تكمل الفرجة على الفيديوهات. سالي إيه اللي أخرك كده؟ لكن سالي مش حاسة إنها حابة تتكلم دلوقتي حالا. إنك تتكهربي بصعيقة كهربائية مش هزار. أخيرا أحسن كوميديا في السنة نزلت، وطبعا كيفن ومايكل قاعدين قدام. سالي ما كانتش عايزه تروح الفيلم ده خالص، لكنها مضطره تجبر نفسها لان مايكل موجود هنا. اه انت هنا كمان؟ مشكله انك ما تقدريش تلاقي كرسي قريب، لكن الفلوس ممكن تحل اي مشكله. هي بقى لها مده طويله جدا بتحوش علشان تشتري جزمه جديده، لكن ده مش مهم علشان خاطر الحب. مش عايزه تبدلي؟ اكيد. هاي سالي قريبه جدا. وخلاص هتقول لمايكل هي حاسه بايه. هاي ايه اللي بيحصل؟ للحظ السيء فيلم خلص. او لا، دلوقتي ما بقاش معاها مايكل ولا فلوس الجزمه الجديده. ده عيد ميلاد سالي، كل اصحابها موجودين. دلوقتي احنا مستنيين اهم ضيف، وهنا بيوصل الفي اي بي. هاي يا صاحبي، اول حضن زي العاده بيروح لاخوها. انا تقريبا نسيت، ده ليكي يا سالي. مايكل دي احسن هديه في الدنيا، شكرا ليك. واضح ان الامور ما مشيتش حسب الخطه. كايلي هنا. بالشكل ده هترقص رقصه سلو مع مايكل. سالي مش هتسمح بده يحصل. كايلي ممكن اتكلم معاكي؟ الاصدقاء المزيفين مكانهم بره. باي يا حبيبتي، اتخلصنا من التهديد، لكن في حاجه اسوأ بتحصل في الاوضه. ميجن بتعاكس فتاة أحلامها، ده زي ما يكونوا خلاص هيحضنوا بعض قدامها. واضح إن ميجن قعدت مدة أطول من اللازم، ممكن تروح بيتها.
هي هما فين الناس كلهم؟ ليه كل حاجة عاملة كده؟ أفتكر إن في حد في الجنينة. إيه الطعنة اللي في الظهر دي؟ الأشرار دول خدعوا مايكل. الحياة مؤلمة. مايكل، أنت هنا وهناك؟ في ثلاثة منك؟ أوه، إيه اللي بيحصل هنا؟ صح، أوه كويس، ده كان كله حلم. لكن سالي ما بقتش حاسة إنها بتحتفل بعيد ميلادها خلاص، وهنا بيوصل أخوها مع تهنئة ليها في الصبح. ألعاب الموبايل متعبة جداً. الأصدقاء بقالهم ساعتين دلوقتي بيحاولوا إن هما يغلبوا بعض. كيفن، المفروض نلاقي حاجة ناكلها. أيوة، ده وقت إن سالي تتألق. الطريق لقلب الراجل بيمر من معدته، صح؟ فسالي هتفجر طريق مايكل. هتعمل له أحسن سوشي في العالم. ده حتى مش صعب خالص. كانت بتتدرب عليه بقالها شهور. شكله هايل. مايكل، اتفضل. واو، شكرا. كيفن، ابعد ايدك، سالي عملته علشاني. يا ترى المفروض تعمل ايه علشان اخوها الجعان؟ كله تمام، انا هعملك حاجة حلوة. لكن كيفن مش هياكل اي سوشي النهاردة، هياكل نودلز جاهزة. اتفضل اهو، ضفله شوية مية بس. اختي بتعمل فيها كده ليه؟ انا هفضل فاكر الموقف ده. لكن سالي مش مهتمة، اهم حاجة ان مايكل سعيد. اليوم في الكلية بدأ بشكل هايل، لكن مستر جاك بوظه كالعادة. مايكل وكيفن أكيد مش متوقعين امتحان النهاردة. هما حتى ما ذاكروش للامتحان. لكن سالي في المكان، يبقى مايكل ما عندهوش أي مشكلة في المذاكرة. هتمتحن الامتحان بداله. هتبدل بس الأوراق. وساعتها هيجيب درجة إيه على شغله. مين هيحل الامتحان لكيفن؟ أختي، ساعديني حل. مستحيل يا أخويا، أنت لوحدك. مرلي ورقتي. أوه لأ، كيفن هيجيب إف تاني. إيه اللي حصل هنا؟ مايكل ضيع ساعته المفضلة. يا ترى راحت فين؟ كيفن هيقلب المكان علشان أعز صديق عنده، لكن الساعة عملياً اختفت. هو إيه اللي حصل هنا يا شباب؟ ساعة مايكل ضيع. أحسنك تبعدي عن طريقه. أنا عندي فكرة، مش ممكن تسيب حبيبها زعلان. أفتكر إني لسه معايا شوية فلوس فحصلتي. هشتري لمايكل ساعة جديدة. دي ليك. واو، شكرا يا سالي، أنت لطيفة جدا. مايكل، أنت كنت قاعد عليها. كيفن بوظ كل حاجة كالعادة. مين طلب منه يعمل كده أصلا؟ سالي، أنا ما بقتش محتاج دي خلاص. يا صاحبي، شكرا ليك، أنت حقيقي شارلوك هولمز. سالي فشلت تاني. كيفن اللي غبي ما قلب يعملها تاني. بيحب يوري كل الناس صور سالي وهي طفلة، لكن مش لمايكل. دي كارثة. دلوقتي أكيد مش هيبص لسالي تاني. رجعها لي يا كيفن. لكن مفيش حاجة بتوقفه. استنوا، أنت اللي طلبت ده. جايز إنها ما كانتش حلوة وهي طفلة، لكن دلوقتي هي ملكة جمال حقيقية. أنتوا فعلا عارفين ده. في خلال ساعتين سالي هتكون في أحلى صورها، ومايكل هيشوف كل جمالها الطبيعي. استنى يا كيفن، فين مايكل؟ هو عنده مقابلة في كافيه. ده مش ممكن يحصل، أنا لازم أتصرف. وادي مايكل في الكافيه اللي بيحبه، وطبعا قاعد في مكانه المفضل. يايكس، ده مش لوحده. سالي حتى مش قادرة تبص. هي لازم تبوظ الميعاد ده. أنسة، ممكن أكلمك دقيقة؟ أنا الويتر اللي معاكم دلوقتي. سالي عندها خطة هايلة. حشرة في الكيس، حركة قديمة جدا لكنها مؤثرة قوي. مشروبكم. ميعاد مايكل بقى يخوف. أنا لازم أهرب من هنا. للأسف أن مايكل مشي وساب البنت اللي معاه، لكن المقلب لسه برضه حلو. سالي وكيفن مستنيين مايكل، وكالعادة كل اللي ممكن تتكلم عنه الأخت هو حبيبها. هو مايكل فين؟ أهو وصل. يا شباب، دي ميليسا، دي أختي. وبس، يعني دي ما كانتش حبيبته. ده محرج. أهلا يا كيفن، أنت جاي معانا؟ لكن واضح إن الإخوات معجبين ببعض. سالي، خلينا نديهم شوية خصوصية. سيبي عصافير الحب يتكلموا. لسه سالي ومايكل ممكن يكون قدامهم فرصة. تفتكروا كده فعلا؟ قولولنا في التعليقات.
وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي سيناريوهات جديدة عن الحب والصداقة على تروم تروم سيلكت.